مساء الخير عليكم، يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة دايما وفي راحة بال. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع الأستاذة. دايما في حلقاتنا بنجيب أو بيكون معانا ضيفة كابتن معانا في الأكاديمية، هي اللي متدربة من الأكاديمية من الألف للياء. لكن الجديد النهاردة معانا كابتن كانت في مكان تاني، بتشتغل في مكان تاني والحمد لله انضمت لينا. معانا كابتن حسناء الكومي. اهلا يا استاذه حسناء. اهلا يا كابتن. ده طبعا انا حبيت ان انا اقدم المقدمه دي علشان الناس تبقى فاهمه، لان انت حد مختلف، تمام؟ بتدخلي في اي حته، بتتعاملي مع برد مش فارق معاكي، رعد، مطر، سيول، حر، نار، تعبانه، كل ده مش فارق معاكي. قبل ما نتكلم عن الموضوع دوت، الأول عايز أعرف سبب اختيارك لانضمامك لأكاديمية الأستاذة. بصي يا ستي، أنا كنت بشتغل طبعا في أماكن تانية، كذا مكان يعني. الأماكن كلها اللي المانجر بتاع والأونر بتاع المكان بيتعامل معاكي على أنك موظفة. قبل أي حاجة بس عشان ما أقطع كلامك، أنا مش عايزة أعرف أسامي أو لا يعني. لا نيفر لا. تمام. بيحط رولز معينه بغض النظر عن ظروفك شكلها ايه، انت مضطره تمشي على الرولز دي كانك روتين، كاني شغاله في حكومه. يعني عارفه كل يوم امضى، هتغيبي او مثلا عندك اي ظرف، هسافر مثلا، انا عندي اسره وعندي بيت، اي ظرف طارئ عندي محال. يعني بصي ما فيش حاجه اسمها استثناءات خالص، هي عندها الرولز بتاعتها انت مضطره تمشي عليها. طبعا النظام ده خنقني جدا، انا ما اقدرش استحمل كده. ما بتعرفيش انا مش موظفه، لا انا بحب يبقى الموضوع فريندلي كده ونبقى حبايب واخوات واصحاب. الاماكن معظم الاماكن اللي هي بتبقى خاصه ما بتبقاش زي الحكومه، فاكيد بيبقى يعني عليكي ضغوط اكتر من لا لا، بس انا هقول لك الفرق بينهم وبينك ايه. انا ما رحتش بين الاكاديميه. اوكي. انا المفروض كل مكان بتروحي تعملي فيه انترفيو عشان خاطر تشتغلي معاهم وتشوفي اللي هم طالبين منك ايه وتقدري ولا لا. الحقيقه انا معاكي بقى او مع الاكاديميه الاستاذه ما عملتش الانترفيو. انا يعني قلت الاول هعمل مكالمه تليفون، منها اعرف الدنيا فيها ايه، يعني هقدر اتعامل مع الناس دي ولا لا. واقول لك بقى شروطي، انا املي شروطي بقى يعني طبعا عشان ما تقعيش في نفس الفخ اللي كده. عجبكم بقى؟ عجبكم يعني؟ فايه اول ما كلمتك وبقول لك انا فلانه ومن طرف فلانه، لقيتك بتقولي كل الكلام اللي انا متصله اقوله. يعني ايه؟ هتشتغلي مواعيد براحتك، الوقت اللي انت عايزاه تنزلي فيه تنزلي فيه، الاوردرز اللي انت عايزاها تاخديها تاخديها، الاوردرز اللي انت مش عايزاها هتكنسليها كنسليها، ما تاخديش حاجه. عايزه تشتغلي قد ايه في اليوم؟ اللي هو الكلام اللي انا ما سمعتوش عند حد تاني. حد تاني يقول لك مينيمم 3 كورس في اليوم، 3 سيشنز في اليوم مثلا يعني. طب انا ما اقدرش اعمل ده، انا عندي بيت معينه، عندي بيتي واولادي وانا بقى شويه كده يعني فرفوره حبه، ما احبش انزل في الزحمه، الدنيا الزحمه قوي دي بتضايقني في الحركه، فاحب انزل في اوقات يعني تكون لطيفه كده. فانا بحب انقي مثلا اخد ايه 2 سيشنز مثلا في اليوم. طب انا لاحظت حاجه. اوكي. بصراحه لو اي حد بره الاكاديميه شاف الكلام ده هيقول الاكاديميه دي او اداره الاكاديميه دي ناس شريره جدا. اللي هو انت بتنزلي مع العميله ممكن تكوني بعد الشر عنك بتموتي خلصانه ضايعه، وده هنشوفه يعني في الفيديو. في الفيديو بس خليكي الاول احكي لي عنه وبعد كده الفيديو. استاذ محمد اتفضل. تمام. هو انا فعلا كنت يوم تعبانه قوي قوي، كان عندي دور برد صعب جدا ومش قادره حتى اطلع صوت ولا ناهد مع حد ولا اقول اي حاجه. بس عارفه لما بتكوني بتشتغلي حاسه ان الحاجه بتاعتك، انا مش شغاله في مكان يعني حاجتي خايفه عليها يعني عارفه. عكس انا الاحساس اللي كان معاكي. لا خالص، ده انا كنت بتمنى الحصه تتلغي، كنت ببقى قاعده يعني في الاول كل شويه ابص على الواتساب عشان ادور حد لغى يا جماعه السيشن بتاعه النهارده ولا لا. من كتر ما انت نازله عليكي لود جامد، عليكي لود جامد قوي، انت بتعملي حاجه وانت متضايقه، مع ان انا بحب السواقه يعني بعملها بحبها، مهنه انا بحبها. طب ما انا كنت ممكن اشتغل بالمواعيد بتاعي. بس بتعمليها وانت متضايقه تعبانه يعني نازله تعبانه. وفعلا ده يعني تحول عندي حاجه يعني فيسيولوجي، ما بقتش حاجه نفسيه بس، فعلا تعبت وضغطي كان بيعلى وحاجات كتير كده قوي. لكن دلوقتي مع اكاديميه الاستاذه ممكن تكوني مريضه وتعبانه بس برضو بتنزلي وحابه تنزلي. بالظبط، عشان انا عايزه ده، عشان اولا شكلنا شكل الاكاديميه قدام العميله بتاعتنا ان احنا لا انا تعبانه بس نازله عشان انا اديتك وعدتك. خلاص انا ما دام وعدتك ان انا نازله بكره يبقى نازله بكره تحت اي ظرف. خلينا نشوف الفيديو ده. تعالى نشوف الفيديو. كانت اسمها ايه؟ اسراء. اسراء. مع اسراء. I
معانا في الكورس؟ لا طبعا استفدت كتير حاجات كتير والله. لا الرجوع والاشارات الحاجات دي اصلا ما كنتش عارفاها، ما كنتش متوقعه، انا فاكره السواقه كده وخلاص. ايوه لا فعلا كل حاجه ليها يعني الاشاره، الحاجات دي اهم حاجه. ايوه كل حاجه ليها رولز بنتعلم. لا اتعلمتها دي كتير جدا الحمد لله الحمد لله. وحوار الرجوع ده بالشمال واليمين وظهر العربيه ازاي واوجه العربيه ازاي واثبتها ازاي، لا اتعلمتها بصراحه. طيب الحمد لله. يعني سهل ولا صعب السواقه؟ لا سهل. طيب عايز تركيز. الحمد لله. عايز احضن صح صح. ايوه طبعا الحمد لله. الحمد قولي لي ثلاث حصص حاساهم يعني انت بعدهم فعلا عارفه تسوقي؟ يعني لو حد ما عندوش اي فكره عن السواقه ثلاث حصص كافيين ان هو يتعلم؟ ثلاث حصص كافيين. احنا هنكمل برضو لقدام. تمام. ويعني مش بنضحك على الناس لما بنقول لهم ان الكورس اربع حصص بعدها هتسوقي؟ لا فعلا. لا ما انا طالعه الطريق اهو، انا مش مصدقه ان انا طالعه. ادي ماشي اتفضلي. ماشيه النهارده في وسط الزحمه؟ زحمه جدا. مش مصر حوارها. ايوه مش اي حاجه. لا خالص. الحمد لله. ايه الحمد رايك لله. في فكره ان احنا عندنا الدفع بالحصه، فارقه معاكي في حاجه؟ لا بصراحه حلو جدا والله. وانا على ما اعتقد ما فيش حاجه حد كده زيكم هي. أيوة. كده احسن. طبعا اكسكلوزيف دي عندنا. لا دي حاجه كويسه على فكره. ادفع مثلا مبلغ مره واحده واحس نفسي ان مفيش. لا ده انا بكل مره بحس في نتيجه، ببقى فرحان بقى عايز اروح تاني وتالت. الحمد لله. اخبار المواعيد بتاعتنا ايه؟ لا بالظبط. حد اداكي مره ميعاد وما جاش؟ لا اللي متاخر على طول. قطعناكي مره عند المترو ولا حاجه؟ خالص. لا فعلا. الحمد لله. ندخل اليمين اللي جاي ده. يعني الحمد لله كنا ملتزمين معاكي جدا. مفيش اي حاجه ضايقتك عندنا في الاكاديميه؟ لا خالص. طيب الحمد لله. يعني لما حد يطلب منك ترشحي له حد هتقولي لهم يجوا معانا؟ طبعا. انا كتير عمالين يسالوني، قلت لهم انا اتعلمت السواقه وكده فين محدش مصدق ان انا اصلا بسوق. طيب الحمد لله. الحمد لله. الناس اللي كانت فاقده الثقه. انا بشفق عليكي. يعني انا عمري لما كنت تعبانه ومش قادره ايه اللي يخليني انزل، حتى لو كانت الناس اللي في الاكاديميه دول كويسين، او حتى لو كانوا جبرنا على ان احنا ننزل نشتغل واحنا تعبانين كده. طب معانا اسراء. اسراء دي معقوله دي اللي معانا في الفيديو؟ اسراء الو. الو مع حضرتك. ازيك؟ الو. هي اسراء. هي اسراء سامعيني؟ الو. ايوه سامعاكي حبيبتي. معاكي معاكي كابتن حسناء. اتكلمي حبيبتي سامعيني اتكلمي. احنا سامعينك. اي كابتن حسناء ازيك يا حبيبتي اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. انت عامله ايه؟ الحمد لله احنا كويسين. تعالي كلي معانا لقمه. احنا زي الفل. قولي يا اسراء، كابتن حسناء نزلت معاكي السيشن وهي تعبانه جدا. طبعا لا كانت تعبانه جدا بصراحه. هي يعني وقفت معايا جدا بجد. اتغلبت في حاجات كتير. طب هي ستي كانت تعبانه اسراء، ليه ما قلتلهاش ارتاحي النهارده؟ والله انا ما قابلتهاش تعبانه وقالت لا، هي حابه انا حابه شغلي وحابه ان انا انزل وكده. هي بصراحه عندها بصراحه ثقه وتفاؤل كتير. اتبسطتي معاها يعني؟ جدا بجد. انا مع تالت سيشن نزلت اصلا، نزلت الشارع بالعربيه بتاعتي بسم الله ما شاء الله. بروح مساويري. انا مش مصدقه اصلا ان انا هتعلم. الجمال ده الجمال. لا انا عايزاكي تقولي لهم جوزك كان بيقول لك ايه، ولما شافك لما سوقتي قال لك ايه؟ ده كان معقدني السواقه، كان يقول لي مش تعرفي تسوق مش هتعرفي تسوق. شفتي بقى؟ كان يقول لي يقول لي استاذه معلمني انت، يقول لي لا انا مش هعرف اعلمك. بتحسي بايه لما جوزك يعني تبقي نازله مع جوزك وبتعرفي تسوقي وهو كان فاقد الامل فيكي؟ لا دلوقتي بقى بصي تحسي ان انت عندك فخر كده؟ جدا بجد. ده كفايه اديتني ثقه جامده بصراحه. شفتي انا بحسد الاكاديميه عليكي. سوسو. اشكرك جدا يا استاذه اسراء. طيب يعني عايزه اقول لك بس حاجه. اسراء كانت جايه فاقده الامل انها تتعلم السواقه، جوزها بقى يعني ربنا يخليه كده مديها كميه نيجاتيف انرجي خرافيه، اللي هو بقى ايه مش هتسوقي. طب ماشي فلوس خدي فلوس وروحي تعلمي بس مش هتسوقي. بيديها احساس بالياس. ياس خالص بقى. وهي جايه حبيبتي متوتره جدا وعارفه اللي هو جاي تعمل بس اللي عليها، بس هي عارفه ان هي حتميه انها مش هتسوق.
اول حصه كانت متوتره جدا، بدانا شويه نمتص شويه التوتر اللي عندها ونرغي بقى ونتكلم في حاجاتنا وحياتنا الشخصيه وكده. تاني سيشن جت لا 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 هاديه خالص، اللي انت اتفرجتي عليه الفيديو ده كان تالت سيشن ليها. تخيلي ماشيه في صلاح سالم ونزلنا اوتوستراد. انا لسه كنت اسالك موضوع صلاح سالم. دايما بيبقى الشوارع الجانبيه سهل ان احنا ناخد وندي فيها حتى لو كانت زحمه، تمام، بس فيها امان شويه. غير الطرق السريعه او طرق صلاح سالم، طريق صلاح سالم رايح جاي حاجات فيها زحمه، فيها لا مش موضوع زحمه سريعة. انت كمان بتتعاملي الغلطه بفوره، صحيح صح طبعا، بتعرفي تعملي الكلام دوت من تلت حصه عادي جدا. انا اغلب الناس معايا تلت حصه يطلعوا صلاح سالم وتستراد. طب ايه طبعا بما انك اشتغلتي في كذا مكان بقى، تمام، ايه الشروط اللي الاداره بتديها للكابتن عشان او اسمها ايه، في نقط كده معينه قبل ما تشتغلي معاها بتقولك اهم حاجه 1 2 3 4 شروط معينه عشان تكوني معاها او عشان او هو ده اللي المفروض العميله تجتازه مننا، ايه بقى؟ بصي، هو الحقيقه الشغل في اكاديميه الاستاذه مختلف شويه، يعني ما كانش فيه شروط لاي شيء، يعني هي واثقه فيكي ككابتن انك بتعرفي تعلمي، بتديكي بقى كل الصلاحيات، انت شايفه ايه تعملي. عايزه اقول لك يعني فانت بتعملي كل اللي عليكي علشان انت فعلا فعلا حابه المكان وحابه تواجدك في المكان ده، فبتعملي كل اللي عندك. عشان انا عايزه اقول لك ان انا اغلب الناس اللي معايا هو المفروض الكورس 4 سيشنز بياخدوا 3 وخلاص بيكتفوا، تخيلي بقى بعد الثالثه خلاص هي لاقيه نفسها بتسوق كويس. يعني بنفهم من كده ان احنا عندنا كورس 4 حصص، تمام، الاربع حصص ما بيكملوش، ممكن ما يكملهاش كتير كتير جدا جدا، يعني عارفه لو كنت جبت لك لسه كده اسماء الناس. طب تفتكري ليه ما بيكملوش؟ هل ما بيكمل ما هو ممكن يكونوا ما بيكملوش عشان مش مرتاحين؟ لا طبعا، لا نيفر، ازاي هتقعد لثالث سيشن؟ هي فعلا بقت تعرف تسوق، بتسوق فعلا، وتقولي انا نزلت مع جوزي وقال لي لا 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 خلاص انت كده تمام، اتوفر الحصه الرابعه دي. انا لو منها اعمل كده. يعني عارفه يا جماعه، طب ايه، طب الواحد يشتغل بنص ضمير طيب ولا نص ذمه طيب معاك ولا يعمل ايه؟ هم فعلا تالت سيشن لا لا بيسوقوا بيطلعوا طريق وبقى عندك بقى حد يقول لي انا عندي فوبيا من التجمع، وديني تجمع، وديني مش عارفه كايرو فيستيفال، اللي تقولي وديني طريق مامتي. بتعملي ده؟ بعمل ده، وديني عند حماتي علشان خاطر لما اجي اروح عند حماتي ابقى عارفه الطريق. اكتر موقف اتعرضتي ليه مضحك ضايقك ايا كان، بس اغرب حاجه حصلت لك في اثناء وانت بتشتغلي في المجال ده؟ بصي، انا جات لي واحده مش مصريه، دوله عربيه، وكانت كبيره في السن قوي، تقريبا عندها 58 سنه كده، مش كبيره طبعا على انها تتعلم السواقه، بس يعني كبيره نوعا ما يعني، وعايزه تتعلم السواقه. هي قالت لي انا مش عايزه اعمل حاجه لاني احرك العربيه، انا ولادي فشلوا انهم يعلموني، عايزه اعرف امشي بس بالعربيه، احركها من قدام البيت، اخرجها من الباركينج وادخلها، مش عايزه اكتر من كده، مش همشي بيها. بس انا ده امنيه حياتي. بصي تخيلي واحده كل امنيتها انها تحرك العربيه بس. تمام، اتعلمت بقى وجت في اخر سيشن ليها، طبعا هي حبيبتي قدراتها يعني محدوده شويه في الموضوع طبعا يعني، فسايقه على 20 سرعه 20. دي من جنسيه ايه؟ ليبيه. 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 فهي كانت فرحانه قوي وماسكه احمد، ايه صوريني فيديو، صوريني فيديو. والله السواقه متعه، والله السواقه متعه. سرعه كام؟ 20. على 20 تخيلي. بس يعني هي حققت اللي عارفه التارجت اللي هي كانت عايزه تعمله. لعلمك ده مش في السن الكبير بس، يعني اي حد نفسه بيتمنى امنيه معينه يعني، وطبعا السواقه دي بالنسبه لنا كلنا، حتى لو كان عيل صغير اول ما يحط رجله على البنزين او مسك الدركسيون بس الله انا بسوق. نفس الكلام في اي. طب بمناسبه الاعمار، هل بيفرق؟ طبعا الست الكبيره بيجي لك ناس ممكن تكون معديه 60، وده حصلت معايا كتير، وفي بيجي لي اطفال تحت ال 16. عايزين نعرف كده افضل سن، وهل في سن ما بيتعلمش ما بيقبلش التعليم ولا ايه؟ لا، ما فيش سن مش بيبقى للتعليم، لا لا اطلاقا يعني، بس هو كل سن بيبقى محتاج يعني ايه خبره في انك تتعاملي معاه ازاي. طبعا لما تتعامل مع حد عنده 50 سنه مش زي ما تتعامل مع بنت لسه عندها 18 سنه. عارفه السن الصغير شويه متهوره شويه، عندها كده حماس وعايزه تسوق بسرعه. يعني واحده اول سيشن ليها تقول لي طنط وانا هسافر امتى بالعربيه؟ قلت لها انزلي من العربيه. هتسافري امتى؟ يعني احنا لسه ما عملناش حاجه. متسرعين جدا جدا، متهوره، ولما بتسوق بسرعه قوي، فمحتاجه حد يعرف يعمل ازاي كنترول عليها علشان خاطر تعرف تسوق كويس، ما تعملش، ما تتهورش، ما تعملش. مش المشكله وهي معايا، طب هي معايا ما انا هلحقها، ان المشكله بعد ما تسيبني، ما انا ما اقدرش، ما هي دي من باب الامانه برضو. انا مش، انا الفكره ان انا بحافظ على عربيتي وبحافظ على نفسي طول ما هي معايا في الكورس، وبعد كده خلاص انا خلاص اخليت مسؤوليتي وشلت ايدي منها. لا طبعا، امال فين الامانه في كده؟ الامانه ان انا بعد ما اسيبها اكون مطمنه انها فعلا تعرف تسوق. افهم من كده
ان سن الصغير ده ليه معامله اكيد، وسن الشباب ليه معامله طبعا، والسن اللي فوق الاربعينات والخمسينات ليه معامله. لعلمك بقى افضل سن يعني اواخر الثلاثينات كده وانت طالعه، الناس بقى الراسيه اه طبعا العقله هتقولي لي مفيش تهور اه انا بحب السن ده قوي، بتمشي على الرولز اللي انت بتقوليها بالظبط، ما بتزودش سرعه يعني. البنات الصغيره اول حاجه رجلها بنزين على طول يعني، عايزه تنجز عايزه تجري، هما بيستوعبوا اسرع على فكره، هما طبعا استوعبها اسرع، وعشان الجرأه، عشان الجرأه طبعا انت عارفه السواقه محتاجه شويه جرأه سنه برضو شويه، انما السن اللي هو بتاع الثلاثينات والاربعينات ده رسيان بقى، الرسيان بقى الراسيه بقى الست الراسيه بقى طبعا طبعا. طب انا عايزه بسرعه اقول مميزات الاكاديميه، احنا قلنا اول ميزه ايه؟ الراحه. الراحه راحتك انت كمدربه تمام، لا انا عايزه العميله. بصي بقى من خلال خبرتي بقى عشان تحجز في الاكاديميه عايزه اقول لها ايه؟ بصي اول حاجه بسالها دايما للحد اللي جاي معايا، لازم تعرفي برضو شويه شخصيته ايه عشان تعرفي تتعاملي معاه ازاي. اشمعنى جيتي عندنا؟ ما هو الاماكن كتير وانت عارفه منافسين كتير جدا لينا، يعني ليه انت جيتي عند الاستاذه؟ اول حاجه بتقولها لي عشان الدفع بالحصه، دي اول نقطه، اول دي احلى حاجه. بس خدي بالك بقى يا كابتن دهب، الفكره مش ماديه بس، لا راحه امان. امان، برافو عليك. ليه بقى؟ الاماكن التانية انت بتدفعي كل المبلغ كله في اول سيشن، صحيح، تمن الكورس كله. انت بقى تعبتي، انت حصل لك ظرف، الدنيا مطرت، سيول نزلت، مش عارفه ايه، الحصه هتتلغي على العميله. معقوله؟ اه يعني انا كنت بشتغل في اماكن تانية وعارفه الكلام اللي انا بقوله لك ده كويس. علشان تلغي حصه لازم من قبلها ب 24 ساعه تبلغي الكابتن بتاعك، تبعتي على الواتساب او ايا كان هتعملوا متفقين مع بعض على ايه. انا بلغي حصه بكره. طيب انا النهارده الصبح قمت ابني سخن، بنتي بتفرفر، جوزي مش عارفه عنده ايه، تكلمك بقى في التليفون، سوري انا ما اقدرش. انسي، عارفه انا ماليش علاقه، انا ماليش يعني انا مش في الموضوع اصلا، يعني ان انا ببقى مبلغه من قبلها ان انا بكره عندي فلانه وفلانه وفلانه. لما باجي بقى بالليل تعملي تشيك على الحاجات الاوردرز بتاعك يعني مع المكان اللي انت شغاله فيه، طب فلانه دي ما نزلتش ليه؟ اعتذرت امتى؟ بتعملي لها سكرين من الشات اللي بينك وبينها، خلاص الحصه محسوبه عليها تمام. بعدين ممكن عميله تقول لك ايه، طب ما انا مش ضامنه الكابتن يعني تنزل معايا. انا افهم من كده ان من ضمن اهم مميزات الاكاديميه دفع الحصه. طبعا خلينا نكمل بقيه المميزات علشان الحلقه بتخلص بسرعه كالعاده. عندنا الدفع بالحصه، عندنا الكورس كامل اربع حصص، مده الحصه ساعه ونص، اسمه الكورس الشامل. النهارده كمان بقى عندنا حاجه جديده جدا، هتعرفوا العرض دوت من خلال البيج، لكن انا اقول لك في عندنا عرض اسمه عرض الاصدقاء، خصم 200 جنيه على كل صديقتين مع بعض او إيه اختين. ده من ورايا انا، ده من جديد، ده لسه عاملاه النهارده، ده لسه عاملاه النهارده. وموجودين في القاهره والجيزه وطنطا والمحله والمنصوره والمنوفيه والزقازيق وشبين الكوم، حاجات تانية كتير، واسكندريه عندنا كمان في اسكندريه، ولسه مكملين في محافظات تانية كتير جدا جدا جدا. فكريني في حاجه تاني. بعد ما بتخلصي الكورس معانا بنتابعك اثناء وبعد نهاية الكورس، وكمان بتدخلي معانا في جروب جامد جدا اسمه جروب معاك او الاستاذة معاكي على الطريق، تفضلي معانا على طول لو عندك اي مشكلة اثناء الطريق، بتفضلي بتقدري تسألينا اي كابتن حابة ان انت تتواصلي معاها، محدش فينا ابدا هيقدر يعني هيرفض لك مساعدة، لان ده من حقك وده من شروط الاكاديمية. ده نظام برضو احنا عاملينه جديد علشان الناس اللي لسه اول مرة، وفي ناس كتير جدا بيخلصوا الكورس وبيتوهوا، صح؟ حقيقي. طب يعني كلمه كده بسرعه تقدري تقولي لي استفدتي ايه من المهنه دي؟ يعني بصي بتثقلك شخصيا، يعني بتخليكي ازاي تعرفي شخصيه اللي قدامك من مجرد ما تتكلمي معاها حاجه بسيطه كده، اول 10 دقائق بتعرفيها وتفهميها، تعرفي المدخل بتاعها ازاي تتعاملي معاها. فلا الحقيقه بتفرق، ما بتتعاملي مع شخصيات كتير كده بتكتسبي خبره كبيره جدا جدا. استفدتي ايه من الاستاذه؟ ده المهم بقى، خلينا في المهم. صداقتنا بقى يا دودو، اي لاف يو، احنا لابسين احمر زي بعض كده، احنا بنصدق صدفه احنا كنا مرتبينها، وانتري احمر وكل حاجه وليلتنا حمراء ان شاء الله. مش عارفه دايما الحلقات الجميله بتخلص بسرعه جدا للاسف، بس احنا ممكن تقولي كلمه اخيره للناس اللي هي حابه تشترك معانا، تديهم الامان اكتر علشان بيبقوا مترددين، تقول لهم ايه بسرعه كده؟ بصي انا هقول لك حاجه واحده بس، احنا عندنا هتدفعي ثمن حصه. تعالي ادفعي، لقيتي نفسك مش مرتاحه خلاص انت ما خسرتيش حاجه، انت خدتي
يعني بقيمه الفلوس اللي دفعتيها، استفدتي بقيمه الفلوس اللي دفعتيها، مش هتكملي خلاص الموضوع يرجع لك في النهايه. ده اكتر حاجه تديكي عامل امان، ما دام احنا بنعمل كده احنا واثقين في نفسنا، واثقين في شغلنا، واثقين في الكباتن اللي شغاله معانا، وعارفين ان احنا الناس كلها هتخاف انها تعمل كده، تقول لك طب انا هيجوني حصه وما يجوش بعد كده، لما احنا بنعمل ده احنا واثقين ان احنا فعلا بنكتسب بالزبط. بنكتسب ثقه الناس اللي معانا. وهل مده الكورس ده بيبقى كفايه ان انت تعلمي فيه كل حاجه؟ كفايه كفايه جدا. انا بقول لك ناس كتير ثلاث حصص بس وخلاص، وبيكتفوا انهم بيعرفوا يسوقوا بالفعل، مش بتبقى محتاجه حاجه تاني. حتى تيجي تقولي طب اديني حصه ركنات، اقول لها يا ستي ما تقفي في اي حته، خلي السايس يركن لك، خساره الفلوس يعني. انا بوفر لهم، بتوفري لهم على قفايا على قفايا الاكاديميه. للاسف. شكرا جدا جدا استاذه حسناء، بجد انت شرفتيني ونورتيني، ومن احلى الحلقات اللي يعني كانت في برنامج مع الاستاذه. ان شاء الله انتظرونا في حلقه جديده وبرنامجكم مع الاستاذه.